خلونا بقى نرجع للواقع والنصر العظيم بتاع أكتوبر اللي بدأناه مع حضراتكم منذ الأمس. مرينا على محطات مهمة جدا في تاريخ انتصارات أكتوبر. شهر أكتوبر شهر الانتصارات بالنسبة لينا كمصريين، شهر العبور، أحداث مهمة جدا، أحداث لن تنسى، أحداث لابد أن تسجل بماء الذهب في التاريخ. وزي ما قلنا بالأمس توقفنا عند واحد من المهمين جدا وله دور كبير جدا، وهو سعد الدين الشاذلي. هنتكلم بقى عن دوره الكبير سواء قبل الحرب واللي كانت بتسمى حرب الاستنزاف. طبعا لما اقول المصطلح حضراتكم كلكم بتفتكروا حرب الاستنزاف. حرب الاستنزاف كانت بمثابة عدم شعور العدو على الجانب الآخر من القناة بأي شيء بيحصل، وأيضا عدم الشعور بالراحة، عدم الشعور بالأمان، بالاستقرار. طب ده كان بيتم إزاي يا جماعة؟ ده كان بيتم بتنفيذ مجموعة من العمليات النوعية داخل خطوط العدو وأيضا خلف خطوط العدو على الجانب الشرقي لقناة السويس. هذه العمليات اللي تم تنفيذها كبدت العدو خسائر كبيرة جدا، سواء بقى في الأرواح، في المعدات، لدرجة أن جنود القوات الخاصة المصرية كانوا أحيانا يعني كان كل واحد فيهم كده مثلا يقول لك إيه، أنا مش هرجع إيدي فاضية. دي حقيقة فعلا. طب إيه مش ترجع إيدك فاضية؟ إيه تدخل مثلا بكيس فاكهة على العيال وأنت راجع؟ لا، كان بيرجع بأسير، ياخد كده واحد من جنود العدو الصهيوني يقسره ويرجع بيه. ودي كانت على فكرة كانت تنافسية كبيرة جدا بين الضباط، وكأنه كان بيقدم شيء من الكرامة والعزة والانتصار بأنه يجيب واحد صهيوني وهو راجع كده معاه في إيده، راجع بإيده في إيده كده واحد صهيوني، ومعبرا عن حالة الانتصار وحالة يعني عايز اقول لك ايه، الناس كانت مشحونه والضباط كانوا مشحونين وطالعين من وقت كان صعب جدا. دخلنا على اكتوبر بمعنويات مختلفه جدا جدا، خلت كل هؤلاء الضباط فعلا يعملوا عمليات نوعيه عظيمه جدا قبل حرب اكتوبر. تعالوا نسمع مع بعض الفريق سعد الدين الشاذلي وهو بقى بيشرح لنا وبيكلمنا عن حرب الاستنزاف، ونرجع نكمل مع بعض ماذا فعل سعد الدين الشاذلي. حرب الاستنزاف المقصود بها عدم أن نترك العدو وهو جالس شرق القناة مطمئن 24 إيراد لا أحد يناغص عليه حياته، فلازم نشترك معه باستمرار، وبحيث ان ايه نشعره بان احتلال الارض المصريه سيكلفه ثمنا لا يستطيع ان يتحمله. يعني حرب الاستنزاف صناعه مصريه؟ صناعه مصريه لم تفرض من الاسرائيليين؟ لا، الوجود الاسرائيلي هو الذي دفع مصر على ان تبدا حرب الاستنزاف. وكان ده جزء من الاستراتيجيه العسكريه المصريه الجديده؟ قطعا قطعا، لان بدا دلوقتي انت عندك ايه؟ انت عندك مدفعية هتضربه ازاي؟ فابتدت العمليات بانها ايه؟ نضرب العدو بالمدفعية. وبعد مرحلة من المراحل ابتدينا نقوم بعمليات خاصة تعبر الى منطقة الى شرق القناة، دورية صغيرة من 5 افراد او 10 افراد واوقات تزيد الى 20 فرد مثلا، ويعملوا كمين في الضفة الشرقية، عربية وهي ماشية أو دبابة وهي ماشية يعملوا لها كمين، يضربوها يدمروها يرجعوا بإيه بأصل. والعبء الأكبر من هذه العمليات الاستنزاف كانت تقع على القوات الخاصة. صحيح، وهذا يعني بصفة قائد القوات الخاصة من 67 إلى نهاية 69، فأنت كان عليك العبء الأكبر في ترتيب هذه المعركة أو حرب الاستنزاف على وجه الخصوص. يعني حرب الاستنزاف كانت تهدف إلى إبقاء حالة الحرب قائمة والقيام بعمليات متناثرة ومتفرقة لإحساس العدو بأنه غير مستقر وعدم تمكينه من بناء بنية استقرار في تسخين الموقف باستمرار كقوات خاصة، كقائد للقوات الخاصة. لا لسه،
بالإضافة إلى رفع المعنويات بتاعت القوات المسلحة، لأن ما تنساش إن ده جيش مهزوم وقوات مهزومة، فلازم إيه نقوم ببعض العمليات اللي هي إيه ترفع المعنويات. فكل ده كان قائم يعني، والقوات الخاصة وبصفة خاصة الصف. جملة مهمة جدا وغاية في الخطورة. الجيش ده كان جيش مهزوم، وكان لازم القيادة تقوم برفع عملية الروح المعنوية والحالة النفسية عند صف الضباط وعند صف الجنود والحالة المعنوية عموما داخل الجيش المصري بعد الهزيمة. فكان لازم تحصل هذه العمليات اللي سميت بحرب الاستنزاف عشان المعنويات ترتفع ويكون هناك وجه آخر للجندي المصري وضابط المصري في الأوقات القادمة. ده اللي خلى ريتشارد بيتس الأستاذ والباحث في العلاقات الدولية وشؤون الحرب والسلام بجامعة كولومبيا بالولايات المتحدة الأمريكية بيقول إن حرب أكتوبر تعتبر حالة مثالية ودلالة على فشل استخباراتي من جانب العدو الصهيوني. كمان هو بيتكلم عن خطة السادات في إعلان الحرب أكتر من مرة، قال إن السادات أعلن الحرب أكتر من مرة، مما يضطر جيش العدو الصهيوني إنه يرفع حالة الاستعداد ويستدعي جنود الاحتياط ويكون هناك استنفار، وده عمل حالة إرهاق مادي وإرهاق معنوي. تعالوا كده نشوف مع بعض قال إيه ونرجع مع بعض نكمل مشوارنا مع حرب أكتوبر. In 1973, October War is a classic case of a successful surprise attack by Egypt and Syria, and a typical case of intelligence failure by the target of the attack, in this case, Israel. We have a folk tale in the West, at least, about the little boy who cried wolf, who the shepherd said a wolf is coming to take the sheep, and the people in the town would come to defend against the wolf, and it turned out that there was no wolf. And the third or fourth time the little boy cried wolf, nobody came. Well, this happens often in cases of military surprise, where the attacker prepares forces in ways that are detected by كلام مهم جدا اتقال عن حرب الاستنزاف. بعد كل ده طبعا جاءت المعركة، بدأت الحرب. بدأت الحرب يوم 6 أكتوبر 1973. مصر وسوريا شنوا هجوم مفاجئ على إسرائيل، وده اللي اتفاجئ بيه الجميع بعد حرب الاستنزاف. خلاص احنا قلنا بنستعد للحرب، يجي العدو يستنفر كل جنوده كل طاقاته، مفيش حرب. مرة تانية، مرة تالتة، مرة رابعة. في المرة بقى اللي أعلن فيها الحرب في 6 أكتوبر 73 العدو الصهيوني قال لك ده زي كل مرة هيبقى خبر كاذب، ولكن كان الخبر الأصدق وكان العبور الأهم، واستعاد الجيش المصري جزء من سيناء. لم تكن هذه الحرب فقط انتصارا عسكريا، بل كانت أيضا انتصارا للإرادة الشعبية. الشعب كان له دور مهم جدا، تضحيات اللي قدمها الشعب المصري. هذه الحرب بتعكس قوة الإصرار على استعادة الأراضي المحتلة، الدفاع عن الكرامة الوطنية، عدم التفريط في الأرض، عدم التفريط في الأرض، لأن الأرض عرض، الأرض عند المصريين عرض. كان اختيار الحرب في رمضان في وقت الصيام اختيار في قمة الذكاء، واختيار غير تقليدي. مين يصدق ان احنا ممكن نحارب والجنود صايمين؟ مين يصدق ان اي بني ادم يدخل في منافسة ناهيك عن انها حرب وهو صايم؟ فده برضو كان نوع من انواع الذكاء والدهاء الذي مورس على العدو الصهيوني من قبل الجانب المصري. الامر اللي اثر في معنويات الجيش المصري واستطاع ان ينتصر على العدو الاسرائيلي استعادة الارض، رغم بقى كل المعوقات اللي كان بيرددها البعض وقتها، ولكن الجيش المصري استطاع تحقيق النصر العظيم. ساعة مهمة جدا، توقيت مهم جدا مش هينساه أي مصري، والعالم كله هيتذكره. الساعة 2 ظهرا يوم 6 أكتوبر استطاع الجيش المصري عبور خط القناة تدريجيا. في هذا التوقيت بالتحديد في 6 أكتوبر 1973 نفذت أكثر من 200 طائرة حربية مصرية
بدأوا بتنفيذ الضربة الجوية على الأهداف الإسرائيلية. طبعا ده كله كان بيحصل في الضفة الشرقية للقناة، والطائرات بدأت تعبر على ارتفاعات منخفضة للغاية عشان طبعا تتفادى موضوع الرادارات الإسرائيلية. استهدفت هذه الطائرات المطارات ومراكز القيادة، محطات الرادار، الإعاقة الإلكترونية، ومعهم بطاريات الدفاع الجوي، تجمعات الأفراد، المدرعات، الدبابات، المدفعية، النقاط الحصينة في خط بارليف، مصف البترول، مخازن الذخيرة. وبعد ذلك بدأت المدفعية المصرية بعد عبور الطائرات بخمس دقائق بدأوا بقصف هذه التحصينات والأهداف الإسرائيلية اللي كانت بتقع شرق القناة بشكل مكثف جدا عشان يبدأوا المشاة عملية العبور. بعض العناصر أيضا من سلاح المهندسين بدأوا يتسللوا ومعهم عناصر من الصاعقة إلى الشاطئ الشرقي للقناة. كان مهمتهم إن هم يغلقوا الأنابيب اللي بتنقل السائل المشتعل إلى سطح القناة. الساعة 22 دقيقة يعني 2:15 تقريبا توقفت المدفعية، وبدأ الخطوط بقى خط المرور العالي يبدأ يتوقف عن قصف النسق الأمامي لخط بارليف، ونقلت بقى النيران إلى العمق مباشرة. العمق مباشرة يعني مواقع النسق التاني، وقامت المدفعية ذات خط المرور المسطح بالضرب المباشر على مواقع خط بارليف لتأمين عبور المشاة من هذه النيران. الساعة 6:30 في هذا التوقيت بالتحديد عبر القناة 2000 ضابط و30 ألف جندي من خمس فرق مشاة، وبدأوا بقى يحتفظوا بخمسة رؤوس كباري، خمس رؤوس كباري، واستمر سلاح المهندسين يفتح الثغرات في الساتر الترابي عشان يتمم عملية مرور الدبابات والمركبات البرية. خلال 6 ساعات، في 6 ساعات نجح الجيش المصري في اختراق خط بارليف، ومنع القوات الإسرائيلية من استخدام أنابيب النابالم بخطة كانت رائعة جدا، خطة عظيمة جدا، واستطاع الجيش المصري أنه يحطم الأسطورة والأكذوبة بتاعة أسطورة الجيش الإسرائيلي الذي لا يقهر في سيناء المصرية. استرد قناة السويس، ومع قناة السويس جزء من سيناء. اليوم التالي على طول يوم 8 أكتوبر الساعة يعني يوم 8 بدأ يتحرك الفريق سعد الدين الشاذلي وهو كان رئيس أركان الجيش المصري، بدأ يتحرك إلى الجبهة صباح 8 أكتوبر 1973. وكان تحرك سعد الدين الشاذلي هو التحرك الأول منذ اندلاع الحرب. بدأت الحرب والاشتباكات، حرب على الجبهتين المصرية والسورية ضد إسرائيل يوم 6 أكتوبر بدأ. ده كان أول ظهور لسعد الدين الشاذلي. بدأ رحلته بزيارة اللواء سعد مأمون. اللواء سعد مأمون كان قائد الجيش الثاني. بعد كده تحرك إلى الفرقة الثانية مشاة، ومنها بعد ذلك إلى قيادة الجيش الثالث، ثم بعد ذلك إلى الفرقة السابعة مشاة، ثم عاد في نهاية النهار إلى المركز. بيؤكد سعد الدين الشاذلي إن هو شاف الضباط والجنود في قمة السعادة، روحهم المعنوية عالية جدا، الكل بيتمتع بروح معنوية عالية جدا. طب هتقولي ده صايمين وحرب وقتال على جبهات وما إلى ذلك، هقولك هو شاف هذه السعادة في عيون الجنود والضباط كما حكى، رغم المجهود الذهني والجسماني اللي كان بيحمله الجنود خلال 24 ساعة فاتوا منذ اندلاع هذه الحرب. طيب القوات المصرية حققت ايه من الحرب؟ يعني ما الذي حققته القوات المصرية من هذه الحرب؟ هقولك ان القوات المسلحة المصرية والسورية حققوا اهداف كبيرة جدا من شن الحرب على اسرائيل. كانت في انجازات ملموسة في الايام الاولى للمعارك، عبرت القوات المصرية قناة السويس بنجاح، حطمت حصون خط بارليف، توغلت 20 كيلو شرقا داخل سيناء. اما بقى في نهاية الحرب فتمكن الجيش الإسرائيلي من تحقيق بعض الإنجازات، أنه تمكن من فتح ثغرة الدفرسوار، عبر للضفة الغربية للقناة وضرب الحصار
على الجيش الثالث الميداني ومدينة السويس، لكنه فشل في تحقيق أي مكاسب استراتيجية، سواء أنه يقدر يحتل الإسماعيلية أو يحتل السويس، أو حتى أنه يقوم بتدمير الجيش الثالث، أو حتى أنه يجبر القوات المصرية على الانسحاب إلى الضفة الغربية مرة أخرى. كل ده ما حصلش، لأن أبطال المقاومة الشعبية، وهنا دور الشعب المهم جدا جدا جدا، أبطال المقاومة الشعبية كانوا في انتظار هذا العدو الصهيوني، واستطاعوا أن يقوموا ببطولات لا تقل عما قام به الجنود والضباط على الجبهة، استطاعوا أن يردعوا هذا العدو. لحظة غاية في الروعة، لحظة من المشاعر المهمة جدا، وهي إذاعة خبر انتصار حرب أكتوبر في الراديو. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أيها الإخوة المواطنون، جاءنا الآن من القيادة العامة للقوات المسلحة البيان رقم 2، وهذا نصه: ردا على العدوان الغادر الذي قام به العدو ضد قواتنا، أخيرا يقودها طيارون أمريكيون، قواتنا دمرت المتسللين في منطقة معارك بطل الشيخ في الثالثة من بعد ظهر أمس، وكانت ولا زالت مستمرة حتى ساعة حضور أولا بأربع طائرات يسيطر على جبل الشيخ، أجزاء جديدة من الأرض وشرق القمة، وبدأت قواته تنسحب شرقا دون القاهرة. مشاعر جميلة جدا. وبعد نهاية الحرب تم التوصل إلى اتفاقية تحكيم في مصر وسيناء، بدأت عمليات التفاوض عشان يتم تحقيق السلام مع إسرائيل، بعد طبعا تدخلات الولايات المتحدة للاتحاد السوفيتي عشان يتم تعويض خسائر الأطراف المتحارب. مادة الولايات المتحدة جسر جوي لإسرائيل بلغ إجمالي ما نقل عبره حوالي 27,895 طن، في حين أن الاتحاد السوفيتي مد أيضا جسرا قويا لكل من مصر وسوريا، بلغ إجمالي ما نقل عبر هذا الجسر حوالي 15,000 طن إضافية، إلى نحو 63,000 طن من الأسلحة عن طريق البحر وصلت طبعا قبل وقف إطلاق النار. معظم الحاجات دي أو أكثرها نقلت إلى سوريا. طيب، قصة انتصار مصر في حرب أكتوبر 73، خلينا نقول إن هي أبرزت دور الشعب، وأنا هنا بحب جدا أبرز دور هذا الشعب المصري ومعه كتفا إلى كتف القوات المسلحة، دور كان مهم جدا في الدفاع عن الوطن، استعادة الأراضي المحتلة، قصة تحفيزية مهمة جدا تستمر ونستلهم منها وتستلهم الأجيال الجديدة في مصر والعالم العربي من هذه المعركة وهذا الانتصار. انتصار أكتوبر لو عدة عوامل مهمة جدا، خلونا نتكلم عن أبرز هذه العوامل: التعاون، الدعم العربي في الحرب اللي احنا هنوضحه بعد شوية، لكن في حاجة مهمة جدا ومحدش اتكلم عنها، لم يتكلم عنها الناس كثيرا، ألا وهي ايه؟ استخدام بقى اللهجة النوبية. ده كان دور رائع يا جماعة، كان دور مهم جدا، واستخدام اللهجة النوبية كشفرة للحرب، شفرة. ازاي استخدمنا اللهجة النوبية الجميلة دي كشفرة للحرب؟ عايز اكمل معاكم ونعرف ايه القصة، بدأت ازاي، مين صاحب الفكرة، ليه تم الاعتماد على اللهجة النوبية كشفرة للحرب، وهل بعد انتهاء الحرب واستخدام الشفرة النوبية والأحداث والبطولات التي تمت في هذه الحرب نتوقف عند هذا الحد؟ لا، ده لسه في بطولات كتير جدا وحاجات مهمة جدا ومواقف ومحطات غاية في الأهمية في حرب أكتوبر، هنذكرها ونتدارسها في قادم الأيام والمواعيد في كل يوم وعلى شاشة قناة الشرق.